مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. أول حاجة كنت منكم إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير، وهذه فرصة باش نشكر جميع المستمعين الكرام اللي تيحرصوا أنهم يتواصلوا معنا بشكل يومي. رسائلكم الرائعة والكلمات ديالكم اللي كتشجعنا واللي كتحفزنا أكثر راه كتوصلني يوميا، والله العظيم راه تنقرا الرسائل ديالكم وحدة بوحدة. ربما هادشي علاش كنتعطر شوية، لأن كل رسالة راه كتاخذ حقها وتنقراها بطبيعة الحال، وسبحان الله راه داكشي اللي كتحسوا به تيوصلنا من خلال الكلمات اللي نتوما كتكتبوها. والله العظيم الى الشعور متبادل، ونتمنى ان شاء الله نكونوا دائما عند حسن ظنكم يا رب. مره اخرى وعشركم مبروكه، وان شاء الله نتمنىكم كل يوم تكونوا بالف الف خير وبالف صحه وسلامه. واليوم من خلال برنامجكم الخاص بالتوعيه الصحيه، برنامج صحه وسلامه، تواصلنا غادي يكون رفقه الدكتور مصطفى الودغيري اللي هو طبيب متخصص في الطب الباطني وطب المسنين. اليوم ان شاء الله هي حلقة مفتوحة، فيها غادي نجاوبوا على جميع الأسئلة ديالكم اللي هي ضمن التخصص وطبيعة الحال ديال الدكتور مصطفى الودغيري. وتواصلكم معنا مستمعينا الكرام راه دائما عبر الأرقام الهاتفية 05 22 46 72 50 51 أو 05 22 80 00 60 61 أو 62. أول حاجة صباح الخير دكتور ودغيري، مرحبا بك معنا. صباح الخير عفاف، وعواشكم بروكا، وتحية طيبة لجميع المستمعين والمستمعات من غادي واحد. شكرا جزيلا لك. وخاصك تعرف دكتور ودغيري أنك أنت واحد من المختصين ومن الأطباء اللي عندهم نصيب يعني في المحبة ديال المستمعين، سبحان الله والله العظيم. لما كيبعثوا لي الرسائل دائما الدكتور ديال مصطفى الودغيري تيكون ليه نصيب من السلام ومن الشكر ومن الامتنان. فنتمنى ان شاء الله نكونوا دائما عند حسن ظن المستمعين الكرام، والله العظيم تنقول لهم انه اي حاجه تنقدموها من خلال برنامج صحه وسلامه او من خلال البرامج ديال ميد راديو كامله راه ما نحتاجوش لا الامتنان ولا الشكر، لانه بالنسبه لنا هذا واجب واقل من الواجب. اليوم ان شاء الله حلقه مفتوحه معك دكتور مصطفى الودغيري، وفيها غادي نجاوبوا على كل ما عنده علاقه بالامراض الباطنيه وكذلك كل ما كيهم الفئه ديال المسنين. انا اللي بغيت نسولك عليه دكتور مصطفى الودغيري وهما الناس او الفئه ديال المسنين، اول حاجه الحمد لله يعني مثلا عندهم بعض المشاكل الصحيه ولكن الحاله ديالهم كانت مستقره نوعا ما، الطبيب مثلا سمح لهم بالصيام. لا. يعني ما بقاش بزاف، راه تقريبا احنا في الاسبوع الاخير لشهر رمضان الكريم. عاده هاد الناس انا اللي بغيت نسولك عليها دكتور ودغيري، من بعد شهر رمضان الكريم واش تطلبوا لهم فحوصات؟ واش تيخصهم يديروا تحاليل من بعد شهر رمضان؟ انا كنتكلم على الناس اللي صاموا، الفئه ديال المسنين اللي سمح لهم الطبيب انهم يصوموا، وكاينه فئه اخرى دكتور ودغيري حتى هي غنسولك عليها. نعم. وهما الفئه ديال المسنين اللي بامراض مزمنه والطبيب خد القرار انهم ما يصوموش وصاموا. نعم. هاد جوج ديال الفئات من بعد شهر رمضان اشنو الخطوه اللي خصهم يديروا؟ نعم، على بالنسبه للاشخاص المسنين اللي ما عندهمش مشاكل صحيه، يعني ما عندهمش امراض مزمنه، عدد الناس تبارك الله وصلوا 75 80 سنه ويعني ما كيحسوا حتى بشي حاجه، عاديين ما كياخذوش ادويه، فهادو نقدروا نصنفهم بحال الناس العاديين، يعني ما كنبقاش نشوفوا السن كمعيار، كنشوفوا الحاله الصحيه بصفه عامه. هاد الناس هادو يعني بعد رمضان ماشي ولا بدا يشوفوا الطبيب، يعني الحمد لله امور كانت عاديه فكيستمروا على الحياه الطبيعيه ديالهم، يعني كيف ما كان قبل يتفادوا كل مساله اللي غتاثر على الصحه ديالهم، اي حاجه غتاثر على الصحه ديالهم سواء من تناول بعض الادويه بدون استشاره الطبيب، او ربما العادات السيئه في التغذيه او امور من هذا القبيل، او عدم مزاوله الرياضه او على الاقل المشي يوميا. فهاد الناس هادو يعني خصهم يبقوا غاديين في الحاله الطبيعيه ديالهم، ماشي ولا بدا يشوفوا الطبيب. دابا حاليا بعض المرضى اللي مسنين وكياخذوا ادويه ومسمح لهم الطبيب انهم يصوموا في هذا الوقت هذا، فمن المفروض انه خصها تكون استشاره خلال شهر رمضان الكريم اللي حس الانسان بشي حاجه، ولا بدا تكون استشاره ما بقاش يتسنى حتى يتحم واحد كيبقى يتسنى حتى يفوت العيد هذا نمشي ندوز عند الطبيب. لا، حسيتي بشي علامه اللي هي غير طبيعيه كيف ما كان النوع ديال المرض، فديك الساعات حاول تشوف الطبيب ديالك، لان ربما تكون مساله بسيطه اللي ما تخديناش بعين الاعتبار، ربما تقدر تطور. نعطي مثال على مجموعه امراض سواء امراض العظام المفاصل او ارتفاع الضغط الدموي، الشخص كياخذ الادويه ومزيان ولكن واحد الوقيته ربما يحس بالم في صداع في الراس او يحس بالعياء الشديد او الدخان، يعني ما يبقاش يتسنى حتى يفوت رمضان، ربما يشوف الطبيب لان ربما الطونسيون كطلع له او الضغط الدموي كيرتفع بلا ما يحس به. كذلك بالنسبه للسكري، السكري حاله خاصه ربما نتكلموا عاوتاني عليها مره اخرى، لان خصنا ناكدوا على شي امور.
فهنا المفروض تكون متابعه خلال الشهر الكريم، ومن بعد رمضان كذلك تكون استشاره ديال الطبيب اللي مرت يعني اللي مرت هذه الفتره ديال الصيام بدون مشاكل. فمن بعد من الافضل انه بعد رمضان يتجه الطبيب مختص باش يتبع الحاله ديالو. هذه الجواب على السؤال الاول. الجواب على السؤال الثاني، الناس اللي الطبيب منع لهم عليهم الصيام وصاموا، وهنا غندخل مثال ديال السكري. نعم، واسمح لي غير للاشاره دكتور ودغيري، كاين البعض من هاد الناس اللي تيقول لك راه دابا الحمد لله راه ما كنحس بحتى حاجه، وخا الطبيب قال لي ما نصومش وانا صمت راه كنحس براسي مزيان. تماما، هذا المشكل، كيحس براسو مزيان ولكن ما عارفش شنو واقع في الدات ديالو. يعني شكون اللي غيعرف؟ غيشوف الطبيب الاخصائي والتحاليل اللي كيبينوا شنو كاين. ربما هاد التغيير وقت الأدوية أو النقص من الكمية ديال الأدوية، أو ربما يتوقف حتى على بعض الأدوية. عدد ديال الناس كيحسوا براسهم مزيان، كيقدروا يوقفوا الدواء كيقول لك ما حس بوالو بلا ما ناخذ الدواء ما كاينلاش. فحتى المسألة ديال ارتفاع الضغط الدموي أو أمراض أخرى أو حتى السكري، فربما يقدر يتوقف أو يحبس الدواء، وبالتالي ربما واحد الوقت معين ما يحس بوالو. لكن المضاعفات تقدر تبان خلال هذا الفترة، خصوصا استاذ عفاف هذا يعني الايام الاخيره من هذا الشهر الكريم. يعني الشخص كيكون تقريبا الطاقه ديالو غتكون تاثرت بشكل كبير، لان ذاك الخزان ديالو مع الوقت الانسان كيبدا، مساله طبيعيه، ربما انسان عادي وكيبدا يحس بها في اواخر ديال الشهر رمضان، فكيبدا يحس شويه ديال العياء، لان بحال اللي كيبدا يدخل في لي ريزيرف داك الخزان ديالو من ناحيه السكريات والدهون اللي عنده. فبالتالي خص الانسان يرد باله، حتى الانسان العادي في هاد الاواخر خصو يرد باله، يعني من الاكل ديالو السليم، شرب الماء، ناكدو على شرب الماء، يعني يعطي الوقت الكافي للنوم. هذه مساله مهمه جدا. فهاد الناس هادو اللي مع الاسف كيصوموا ورغم ان الطبيب منع لهم الصيام، فالتحاليل او الاستشاره اللي غتبين واش فعلا كاين شي مشكل ولا لا. جميع الامراض المزمنه ملي كنبدلوا الادويه، وملي كيكون تغيير في الاوقات او نقص في الادويه، فكيكونوا المضاعفات كيبانوا مع الوقت، ماشي ولا بدا. كاين مضاعفات اللي هي حاده، وكاين مضاعفات اللي هي مزمنه غتبان مع الوقت، ما يحس بها الا بعد ربما اسابيع او شهور. يكفي ان عدد الحالات اللي كنشوف اواخر رمضان بعد رمضان ديال جلطات الدماغ او ديال جلطات القلب او لافاركتو دي ميوكارد، او الحالات ديال الغيبوبه اللي كتبان عند بعض مرضى الامراض المزمنه، فهنا كتبان في الاواخر او بعد شهر رمضان. نعم، غادي نتواصل مع المستمعين الكرام عبر الارقام الهاتفيه. كذلك مستمعينا الكرام ما تنسوش تواصلوا معنا اما عبر الصفحه الرسميه الميد راديو من خلال فيسبوك او من خلال انستغرام عفاف ماجد اوفيسيال، وخليوا لي جميع الرسائل ديالكم وجميع تساؤلاتكم. غادي نبداو بسؤال من عند المستمعه الكريمه اللي هي زهيره. زهيره كتقول دكتور ودغيري باللي لالا زهيره العمر ديالها 61 سنه، هذه مده باش تصابت بمرض بهجت. المشكل اللي كان وقع وهو انه الطبيب اللي كان متبع الحاله ديالها ما عرفش المرض الا من بعد واحد المده اللي هي طويله بزاف، وكانوا بزاف ديال التحاليل، وكان كل مره تيبدل ليها الادويه ولا تيغير ليها الجرعات اللي كتاخذ ديال الادويه. دابا مؤخرا لاحظات انه عندها مشاكل على مستوى الاسنان ديالها دكتور ودغيري، رغم انها كتقول ما عمرها ما تشكات من مشاكل الاسنان، حتى السوسه ما عمرها ما تشكات منها. يعني هي وحده من الناس اللي كانوا عندها اسنان بصحه جيده، ولكن بدات كتلاحظ باللي ولا عندها هشاشه ديال الاسنان، بحال دوك الاسنان بداو شويه كيتحركوا من المكان ديالهم. فكتقول لك الله يجازيك بالخير دكتور ودغيري، بغيت غير نتاكد منك واش مرض بهجت كيأثر على الصحه ديال الفم والاسنان؟ لا، هو مرض بهجت كيعطي كيتسبب تقرحات جلديه على مستوى الفم، على مستوى الاعضاء التناسليه، وبعض المرات كيكونوا تقرحات على مستوى الجلد، كنشوفهم بعض الحالات. ما كيأثرش مباشرة، ما كاينش يعني علاقة بين الأسنان وبين مرض بهجت. هو مرض بهجت كيصيب الجلد وكيصيب الفم كما قلنا، ولكن كيتسبب مشاكل على مستوى ربما صحة الفم، أو يعني المشكل يعني كيكون الألم على مستوى الفم، كيكونوا تقرحات، كيكون مشكل على مستوى الفم، على مستوى الأكل، حتى مسكون النظافة، لأن الإنسان كيكون كيتألم حتى نظافة الفم، وهذا الشيء يقدر يأثر حتى على صحة اللثة وعلى صحة الأسنان كذلك. فربما بطريقة غير مباشرة، ولكن يعني ما كاينش علاقة
بين المشكل مرض بهجت وصحه الاسنان بطريقه مباشره. اييه اللي بغيت نصورك دكتور ودغري، لاحظتي بزاف ديال الناس اللي كانوا تواصلوا معنا وعندهم المشكل ديال مرض بهجت، غالبا ما تيقول لك باللي الطبيب تاخر في تشخيص ديال الحاله. شنو اللي تيخلي مرض بهجت عند بعض الاطباء ما تيعرفوش تيتعطلوا؟ نعم. يعني تيتعطل تشخيص ديال المرض، يقدر ياخذ سنوات. نعم استاذه، هو على حسب العلامات، لان ماشي اي شخص عنده تقرحات في الفم عنده مرض بهجت. النسبه المئويه فهي بسيطه جدا، ربما ب 5% او اقل ديال الناس اللي عندهم مشكل ديال التقرحات على مستوى الفم. نعم عفوا، اللي عندهم مشكل التقرحات على مستوى الفم كيكون عندهم بهجت، لان كيكون علامات اخرى. في بعض الحالات كيبقى هاد التقرحات كتبقى تجي مره في الشهرين او مره في 3 شهور، هذه مساله عاديه وطبيعيه، وعدد الناس كيوقع لهم هذا المشكل. لكن ملي كيبقى هذا الشيء كثر بشكل غير طبيعي، ربما يجيو 2-3 مرات في الاسبوع او عده مرات في الشهر، وواحد الشكل اللي هو كثير، وكيولي كذلك حتى التقرحات يقدروا يبانوا في اماكن اخرى. حنا خصوصا كناكلوا على الاعضاء التناسليه كيبداو يبانوا فيها التقرحات، هنا خصنا نرتيو الانتباه ديالنا وخصنا يعني نفكروا في مرض بهجت باش نديروا التحاليل ديالنا اللي كيقدروا يساعدونا. هو ما كاينش هو التشخيص، هذا صعوبه باش نجاوبك على السؤال ديالك العفاف. صعوبه التشخيص لان هو تشخيص سريري، ماشي تشخيص بيولوجي عبر التحاليل. التحاليل ماشي هما اللي كيشخصونا، هما كاين مجموعه معطيات، مجموعه علامات، ملي كنجمعوها كنقولوا هاد المعطيات راه كتمشي في اتجاه مرض بهجت وكنبداو العلاج ديالنا. بعض الحالات انه البهجت ما كيبانش نهائي بالتقرحات، او كتكون شي حاجه بسيطه جدا، كيبان على مستوى الاعضاء اخرى، على مستوى العينين، التهابات على مستوى العينين كما قال لي زوفيت. هادو عدد ديال المرضى تصابوا بالبهجت ما كانش عندهم تقرحات، ولكن ملي مشى عند الاخصائي وتبع معهم وبدا العلاج هادو كيبان التقرحات من بعد، يعني كيقدر واحد العضو يسبق اعضاء اخرى، يقدر على مستوى العينين، على مستوى الدماغ، لان كيسكون ابيل نورو بيسات، يقدر الدماغ كذلك يتصاب بعض الحالات بحال الانسان يحس بالم على مستوى الجهه ديال الذات ديالو، او يحس بالثقل، بدا الثقل عليه يديه ربما، او يقدر حتى جلطه بسيطه تكون ابيل فاسكولاريت على مستوى الدماغ. كذلك على مستوى الشرايين، كنعرفوا ان مرض بهجت كيعطينا مشكل على مستوى الشرايين، او على كذلك على مستوى يعني العروق بصفه عامه. يعني الحاله ديال بهجت العلامات فهي علامات كثيره جدا، كتجعل ان المريض ما كيبقاش يعرف فين يمشي بالضبط، وربما حتى الاخصائي اللي ما مشاش الاتجاه الصحيح ربما غياخذ وقت باش يوجهه الاخصائي ديال غالبا ديال الطب الباطني اللي كيجمع المعطيات كامله باش كيبدا العلاج ديالو في اقرب وقت. اييه في المكالمات الهاتفيه غادي نستقبلوا معنا في اول مكالمه عبد القادر على الخط من فرنسا. عبد القادر صباح الخير. الو صباح الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا اشكركم استاذ عفاف الدكتور الدغيري. العفو جودات. واجب مرحبا. عندي واحد السؤال على حساب عندي البروده في الاطراف اليدين والرجلين. اييه. ولكن مؤخرا بحال اللي ولاو حتى العظام كيوجعوني، ودرت جميع التحليلات تاع العروق تاع الاعصاب ودكشي، ولكن ما لقاوليش يعني شي السبب شنو هو. ما نعم يعني درت جميع التخطيط نتاع اعصاب ونتاع العروق الصغيره نتاع ولكن ما لقاوليش يعني شي سبب واضح. نعم. يعني المشكل باقي هو نوعية التحاليل. نعم نوعية التحاليل اللي درتي، شنو التحاليل ديال المختبر او تحاليل اخرى يعني راديوات، شنو قمتي بالتحاليل؟ درت كل شيء، درت الراديوات، درت ذاك التلفاز نتاع العروق. الليباري نتاع اللي كيديروا الليباري نتاع الاعصاب. تمام، درت التخطيط الكهربائي. نعم. قالت لي سواء المشكل قدر يكون دوك الاعصاب الصغيور اللي ما كيبانوش. اييه. عطاوني واحد الكنينه، يعني الكنينه حسيت براسي شويه مزيان، ولكن ديك الكنينه بحال عارفين فيها ديال مرض الصرع وداك الشيء. نعم. قال لي تخوص مع هذه الكنينه منها و واخا. يعني بغينا نستشروا معك. اييه. واخا. دابا حاليا مازال كتاخذها السي عبد القادر ولا وقفتيها؟ بصراحه ما كناخذهاش ديما، يعني بحال اللي خوشت منها بقيت ناخذها مره وصافي. الالم دابا مع سخن الحال شويه، يعني بدا شويه التحسن. المشكل كيكون عندي فمني كتكون البروده في البرد. اي وشحال في عمرك السي عبد القادر؟ كل البروده يعني كيبقى يوجعني العظام. شحال عندك من عام السي عبد القادر؟ عندي
47 عام. 47 سنة، أيه واخا، يجاوبك إن شاء الله دكتور ودغيري. شكرا لك. كان كميم ما كان ما واخا واخا. شكرا لك بزاف سي عبد القادر، تواصلتي معنا من فرنسا. بارك الله فيك. العفو واجب، تفضل دكتور ودغيري. ألوغ بالنسبة لسي عبد القادر، هاد غالبا المشكل اللي عنده، لأن دار هاد يعني هاد الراديو هو تخطيط كهربائي لعضلات والأعصاب، كنسميه لو إم جي. هاد لو ام جي بين بان كاين مشاكل على مستوى الاعصاب الرقيقه، ولا نسميها نيوروباتي بيريفيريك. هاد العصبات الرقيقه تقاسوا، خصنا نبحثوا نشوفوا السبب، واش كاين امراض، لان كاين امراض ربما كالسكري، كبعض نقص فيتامين بي 12 او بي 9، مشكل سوء الامتصاص، كذلك مجموعه امراض اخرى، التدخين كذلك حتى هو كيقدر ياثر على الاعصاب الرقيقه ديال الاطراف. فبالتالي هاد التشخيص كنقوموا به بهذا النوع من الراديو، وكنبداو هذا العلاج. الوغ العلاج اللي كنعطيو كاين مجموعه ديال الادويه كنستعملها، من ضمنهم هاد الدواء اللي تكلم عليه، اللي هو الاسم العلمي ديالو سي لابريغابالين. وهاد لابريغابالين في الاول لما تم اكتشاف هاد الدواء كان في واحد النطاق معين، ربما اكتشفوا في الاول باش يعطيوه في الصرع، لكن من بعد تبين بان هاد الدواء هذا كان نصلحو في امراض اخرى، عنده فعاليه في امراض اخرى، وخصوصا على مستوى الالم. يعني دابا حاليا كنصنفو من ضمن الادويه اللي كنعطيوها ملي كيكون الالم، يعني ضد الالم. وهذا الخطا اللي كيوقع ان الشخص ربما كيمشي كيبقى يقرا داك البروسبكتوس، يعني داك الاشارات اللي كاينين في وسط الدواء، وملي كيشوف هذه المسائل بحال هكا كيبدا يتخوف. عدد ديال الناس وقع لهم، او مشاو اتجهوا عند ربما شي حد، ربما شي نصيحه ما كانش في محلها، ربما في الصيدليه، او ربما كيقول لك لا هاد الدواء ما تبقاش تاخذوه، هذا كيتعطى في الصرع. لا، هذا الدواء اللي كيتعطى خصوصا في الالم، يعني نادرا باش كنستعملوا الدواء في الصرع، هو خصوصا خاص بالالم. تصور معايا ان هاد الدواء كنعطيوه للناس اللي فيهم السكري، اللي تقاسوا لهم العصب ديالهم السكري، كنعطيوه الدواء لان كينفعهم بشكل كبير وكيعطي نتائج ممتازه. غير هو دائما كجميع الادويه ملي كتكون شويه قويه كنبداو تدريجيا، كنعطيو واحد الكميه قليله وكنبقاو نطلعو تدريجيا حتى كنلقاو داك الكميه اللي غتناسب معاه، باش ما يكونوش الاعراض الجانبيه. فكننصح سي عبد القادر ما عنده لاش يتخوف من الدواء هذا، خصو يستعملو، لان هذا من ضمن الادويه اللي هي ممتازه اللي كتساعدو بشكل كبير. غيبدا تدريجيا مع يعني مع يتبع مع الطبيب ديالو، باش اللي حس بشي اعراض جانبيه ربما يشير للطبيب باش ينقصوا من الكميه ديال الدواء. بحال هاد الناس اللي عندهم هاد الحاله دكتور ودغيري، وراه تكلم سي عبد القادر انه غالبا في الصيف ما الحاله ديالهم كتحسن، تيقول لك تيوليو مزيان، واش في هاد الفتره كتقطعوا لهم الدواء او لا؟ كنقدروا نقصوا الادويه، كنقصوا فعلا الادويه، وحتى هذا الدواء قلنا لان كنعطيوه ملي كيكون الالم، ولكن ملي الانسان كيحس ما كيبقاش الالم وكيحس بحال براسو يعني ولا مزيان، كنقصوا، كنقدروا نوقفوا الدواء تماما. أيه. يعني ماشي حيت تعطيناه واحد الشهرين او ثلاث شهور خاصو يبقى ياخذوا طول حياته. لكن مجموعه ديال الامراض اللي فعلا كيكون واحد الوقت ديال المرض بحال اللي كيتوقف التطور ديالو، كيرتاح الشخص وكنحبسوا الدواء وكيمكننا نرجعوه مع الوقت. نعم، ناخذوا معنا خديجه هذه المره من مدينه الدار البيضاء. لاله خديجه صباح الخير. وبعدي على الراديو رجاء. انا لاله خديجه، تكلمي معنا من التليفون. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوك ديره لاباس عليك؟ الحمد لله. نشكركم على البرنامج، وكنشكر الدكتور حميمي وانا من المتبعين ديالكم. مرحبا. شوفي اختي، انا عندي واحد المشكل وقع لي في المعده ديال الجرثومه وفمي طاب. شوف خديجه، انا بغيت غير نسولك، عارفه التخصص اللي معنا اليوم؟ انا عرفت، غير انا بغيت نسول غير على فمي. انا مش فمي كيعطوني داك الدواء ديال الشامبينيو وكنديرو وما كيفوتنيش، وكيرجع يعاود يطيب نفس المشكل. الماكله المعده ما كناكلش مزيان، المصران باقي داك الالم اللي كنت كنعيشو باقي كنعيشو لحد الان. بغيت غير نسول الدكتور، واش هاد المشكل، واش هاد المشكل اللي كيوقع في الفم، واش كيكون داك الشامبينيو، ولا واحد المرض اخر اللي سمعتو عندكم ما عرفتش كتقولوا لي انتما اللي كنتو سميتيه هاد نهار الثلاث، فهمتي؟ نعم. واش هذاك المشكل، واش الى الطبيب خاصني نتجه ليه؟ حيت كاع الاطباء التاريخيين ديال الجهاز الهضمي، كاع الدوايا درتها، وباقي فمي دابا لحد الى اي حاجه دابا كلتها خضراء ولا شي حاجه، فم ديالي كيطيب. نعم. بلي وكيولي بياض بحال كتشدي
فهمتي ما عرفت ذاك المشكل واش كيطلع من المعده واش هذاك المشكل اللي سمعت لي هضرتي مع الدكتور. غير اشوف ليلى خديجه بغيت غير نسولك، انت قلتي لي شامبينيون، واش الطبيب هو اللي قال لك راه عندك فطريات؟ تماما. الطبيب اللي قالها لك طبيب الطبيب اللي قالها لي صافي هضرني هو اللي قال لي راه عندك هذاك سميتو ولا كندوخ كنديرو ما زعما شنو قال لك عندك عندك حتى الجرثومه الحلزونيه اش بي؟ واخا حيت درت عليها سميتو التيو وداك الشيء ولقيتها عندي وعطاوني داك الدواء ديال ديك البواطه ديال ديك الشرب فيه ديال سميتو شربتها كلها فهمتي وباقا اختي لحد الان زعما كنعيش سميتو بغات الدكتور ينصحنا المصران والمصران داري وهي وكل شيء وفمي باقي الان ما لقيتش ليه شي حل الله يحملك والماكله خديجه حاولتي انك تبدلي الماكله ديالك؟ بدلها اختي كلشي ما كناكل حتى شي حاجه كناكل داكشي اللي كيهضر عليه الحنيني هو اللي كناكل فهمتي داك الخميره بلديه كلشي بلدي يعني ما كناكل حتى شي حاجه الله يرحم لك الوالدين. العفو هذا واجب على خديجه. شكرا جزيلا. العفو هذا واجب علينا. شكرا لك. حنا غادي نرجعوا معكم مستمعينا الكرام رفقه الدكتور مصطفى الودغيري طبيب متخصص في الطب الباطني وطب المسنين وغادي نتواصلوا معكم كذلك وناخذوا باقي المكالمات. فقط لحظه غادي نتوقفوا مع فاصل قصير وراجعين خليكم أوفياء وبقوا معنا. صباح الخير عليكم. عواشر مبروكة. رمضان كريم. نتلاقوا معكم طيلة شهر رمضان من 8 حتى الجمعة من 8 حتى 10 فقرات رمضانية جديدة باش نفيقوكم ونونسوكم. كاين الأخبار وكاين الضحك. غدا غتصومي لاجر إن شاء الله. وفيقي لي معك السحور. هاك معنا عليك طبيب الصيام. طبيب معني لي الصيام ما مانيش ليا السحور. كاين النشاط وكاين التقاليد وحتى السبور واتصالات المستمعين. انا خياط، انا خياط لي جلابه، خياط لي حويجه الدار، قديت اموري في الوقت رمضان. صحتك وراحتك يا حداك. والله الا خديت الناس ولا غلا الخوش ما نزحمش مع الكليان ديالي. وهذا هو صباحنا في رمضان على ميد راديو. صباح الخير عليكم. عواشر مبروكة. رمضان كريم. نتلاقوا معكم طيلة شهر رمضان من 8 حتى الجمعة من 8 حتى 10 على ميد راديو دائما الإذاعة القريبة منكم وانتم معنا من خلال برنامجكم صحة وسلامة مباشرة. إذن دكتور مصطفى الودغيري كنا توقفنا في السؤال ديال لالا خديجة، هي تكلمات على فطريات اللي عندها في الفم ديالها وتكلمات على أنه من بعد الفحص بالمنظار وربما يعني أمور اللي عملها الطبيب المتخصص تبين باللي عندها الجرثومة الحلزونية. فهي دابا كتسول على هذا المشكل اللي عندها في الفم ديالنا. تعرفوا ملي كيكون مشكل على مستوى الفم يعني الانسان عنده مشكل في الماكله، عنده مشكل يعني ملي كتحط قدامه الماكله ما تيقدرش ياكل. نعم. ربما داك الالام اللي تيكون في الفم كذلك دكتور ودغيري. نعم. فهو بالنسبه للتشخيص مهم جدا لان التشخيص هو اللي غادي يوضح لنا نوعيه المرض اللي عندها، لان خصوصا امور بحال هكا خصها يشوفها الطبيب اللي غادي يعرف واش مشكل ديال الطفيليات او التقرحات او امراض اخرى تصيب الفم، يعني مجموعه امراض جلديه تصيب كذلك الفم. يعني ما يمكنناش نصنفوا كل شيء في اطار الطفيليات. عدد ديال الناس كيحسوا ربما فمهم طيب كيمشيو ياخذوا الادويه لراسهم ربما او ياخذوا يتناولوا بعض الادويه اللي ديال الطفيليات، هو ما كاينش مشكل ديال الطفيليات كاين مشاكل اخرى. فالمرحله ديال التشخيص مهمه جدا كيقوم بها الاخصائي يعني الاخصائيين خصوصا الطبيب الاخصائي ديال الامراض الجلديه اللي كيشوف ويشخص بالضبط شنو كاين باش يعطي الادويه. لان كتعرف معايا استاذ عفاف انا كنعطيو الدواء اللي ما كانش محلو راه ما يخليش واحد ياخذ طول حياته ما يعطيش نتيجه نهائيه غيضيع الوقت وخصوصا غيخلي المرض يبقى يتفاقم اكثر. فالمرحله الاولى مهمه جدا مدام خديجه واش عندها طفيليات ولا عندها مساله اخرى. اللي كانت طفيليات متقنين كاين ادويه والادويه ما الادويه كتاخذ مده طويله اللي ربما تفوت 14 يوم تقدر توصل بعض الحالات حتى مده تاخذ شهور يعني ماشي غير فقط تاخذ واحد الحبه او جوج او لا فهو كتاخذ مده طويله. وكناكدوا على الهيجين بوكال يعني نظافه الفم مهمه جدا خصنا نهتموا بها. الانسان خصو يكون يعتني بالفم ديالو الاخصائي ديال الاسنان يعني زياره الطبيب ديال الاسنان ما ننساوهش. اي راه من الاولويات راه تشوف الطبيب ديال الاسنان مره راها من الاولويات على الاقل مره في عام ولا مره في عام ونص. نعم تماما. وهاد الطفيليات وهادشي اللي كيقلبوا على يعني المكان اللي غيلقاو فيهم راحتو باش غينتشروا بشكل يعني ما كانش واحد النظافه ما كانش واحد المتابعه ما كانش الانسان كياخذ واحد بعين الاعتبار البيئه اللي في ديالو مهمه جدا. والحمد لله بعدا دكتور ودغيري تنقولوا الحمد لله يعني نعمه على الاقل في بلادنا
راه كاين ولو يعني كاين غير في المدن الكبرى، ولكن كاين مراكز ديال طب الاسنان اللي هي عموميه، راه ماشي ضروري، لانه بزاف ديال الناس تقول لك طبيب ديال الاسنان غالي، وانا لا، لانه حنا تنقولوا الزياره ديال طبيب الاسنان على الاقل على 12 شهر او على 18 شهر، فغادا تجيك مع ذاك المده اللي تيعطوك في الموعد لانها مزيانه. يعني هادو مراكز ديال صحه الفم والاسنان اللي هي عموميه يعني تابعه للدوله. وخاصه ناكدوا على المساله كذلك، يعني شحال من واحد كي يعني كي بحال الاسنان خليهم اخر الشغل اللي يعني اخر مشكل صحي اللي غيهتم به هو ما كيفكرش فيه، ما كيفكرش في الفم والاسنان. هو الاسنان والصحه الفم هي المهمه اللي هي كتاثر على مجموعه مضاعفات على مستوى مجموعه امراض مزمنه كالسكري. عدد ديال الناس عندهم السكري غير منضبط اللي كتقلب كتلقى مشكل جاي من الفم. ايوه نتوجهوا للمرضى ديالنا الاخصائيين جراحه الطب جراحه الاسنان باش يعتنيوا بالاسنان ديالهم، يعطوهم ادويه الى اخره. عدد ديال مرضى القلب كذلك مشاكل كتجيو من الاسنان، عدد ديال المرضى ديال الكلى المشكل ديالهم كتجي من الاسنان، القلب كذلك. فهاد الاسنان خصنا نعطيو واحد الاهميه يعني كبيره جدا، لان راه هي تما كيدخل ذاك المشكل ذاك الجراثيم اللي كتاثر على الصحه بصفه عامه. صافي باش نرجعوا للسؤال ديال مدام خديجه، فمساله التشخيص كما تكلمنا مساله مهمه جدا. واش كاين علاقه بين زرتم الحاله الزنيه والمشكل ديال 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 الفم؟ فزرتم الحاله الزنيه هي كتكون في المعده، هو المكان ديالها في المعده. فاللي كتكون على مستوى المعده كتعطي التهابات مزمنه، وهاد الالتهابات مع الوقت قلنا ملي ما كنعالجوش كيقدر يمرض هذه التقرحات ديال المعده، وداك التقرحات كيكون عندها كذلك مشاكل اللي يسمونها بيليزولسير، هذو كيكون عندهم مشاكل بعض الحالات خطيره جدا. فخصنا نعتنيو بهذا المشكل هذا، الشخص اللي عنده زرتم الحزن خصو يعالجها بواحد البروتوكول او واحد التوصيات اللي هي عالميه اللي كنمشيو عليها جميع الاطباء، يعني كيخضعوا لهذ التوصيات، لان ما كاينش كل واحد عطي الدواء ديالو لا، لان كاين اجتماعات كاين يعني الاجتهادات بحوث ابحاث اللي كتجعل ان نتفقوا على الدواء اللي ياخذوه الناس اللي عندهم الجرثومه الحلزونيه. لكن ما كاينش علاقه مباشره بين الجرثومه الحلزونيه والحاله ديال الفم ديال حل الفم، هو مشكل على مستوى الفم. فهنا كاين اما امراض جلديه كيف ما قلنا، او طفيليات او تقرحات خاصه بالفم، ما كاينش علاقه بين المعده وبين الفم. المساله خاصها يعرفوا السيدات والساده المستمعين. اييه، في مكالمه اخرى هذه المره ناخذ معنا لاله حليمه من اكادير. لاله حليمه مرحبا بك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اختي لاباس عليك؟ الحمد لله حليمه. مرحبا، عواشركم؟ علينا وعليك ان شاء الله. اختي عافاك، ماما مريضه بالمعده تقريبا دابا شي 9 سنين وهي مريضه بها. شنو المشكل اللي عندها في المعده؟ كترد الدم، اللي كلاتها كترد حشاك. كترد الدم يعني كتشوف اللون ديال الدم كل شهرين 3 شهور كترد الدم، كيكون احمر مره كحل. نعم. مرة أحمر مرة كحل. أيه. دارت المنظار 7 الخطرات. نعم. أيه. نعم، شنو قالوا لها؟ كيقولوا لها عندك الجرثومة الحلزونية. نعم. كتاخذ الدواء كتبعو، جا هذاك الدواء من فرنسا. ما كاين والو، يعني ديما مريضة. نعم، ما عطاهاش نتيجة. ما عطاهاش نتيجة. قبل ما يدخل رمضان بأربع أيام ردات عاوتاني الدم. نعم. مشيت عند الطبيبه دوزات، دارت المنظار، قالت لها بلي عندك المعده، قالت لها فيها تحفرات. تحفرت لها المعده. ايه، تقرحات. تقرحات هذه تقرحات. بحال تقرحات. ايه، قالت لها عندك المعده طيبه بزاف، عندك التهاب مزمن يعني ما يقدرش يحيد. عندك فتق فم المعده. الفتق. ايه، فتق فم المعدة. قالت لها والمعدة ديالك بحال جرحتيها بشي موس ولا بشي حاجة. نعم. ايه، صافي دارت التحليلة خرجت عاوتاني الجرثومة الحلزونية يلاه بدات. نعم. ولكن دابا المشكل يعني ما عطاتهاش واش تاخذ الدواء، قالت لها ما نقدرش نعطيه لك دابا. قالت لها صافي غتتبعي غير هاد الفاني العادي اللي كنتي كتاخذي ديما، غتبعي دابا في رمضان بزاف باش كتقدر انها تصوم تكمل النهار. نعم. غير كتوصل ديك وقيته ديال العصر كتزير، ما كتقدرش توقف، صدرها كيتزير عليها. نعم. قالت لي كنسمع بحال شي حاجه كتزيط ليا في المعده، قالت لي داك الصوت راه كنسمعو. صونيت للطبيبه سولتها، قالت لي تيفوت رمضان وتجي. نعم. نعم، وخلاتها الطبيبه تصوم يعني خدات الراي ديالها؟ لا، سولتها عامين هذا، قالت لها ما تصومش، ولكن هذا العام قالت لها غير صومي.
ولكن الحالة ديالها زعما راه دوزات عليها في هاد 9 سنين ومازال ما كاينش علاج. وفوقاش دارت المنظار اخر مرة؟ المنظار اللي تكلمت عليه اخر مرة دابا 4 ايام قبل رمضان. 4 ايام قبل رمضان. داكور لا نعم واخا حليمه ان شاء الله يجاوبك دكتور ودغيا. الله يجازيك بخير. ممكن تعطيني النمره ديال الدكتور ونتواصلوا معاه في الخاص. واخا شوف ما تقطعيش حليمه، رجعي للستاندار غادي نعطيوك الرقم الهاتفي اللي هو خاص بدكتور ودغيا وكيف ممكن انك تواصلي معاه. اذا دكتور ودغيا هذه المساله ديال المعده تحفرات او لا فيها حفار او لا، وحنا راه تنسمعوا اخصائيين تيتكلموا على ترميم المعده انه بالاكل بنظام اللي هو صحي كاننا تنرجعوا تنرموا تنعملوا ترميم لهذيك المعده. هي راه قالت بلي الطبيبه شرحت ليها كان انه عندها تمزقات في المعده كانها مجرحه. هاد الحاله هذه واش الجرثومه الحاله زونيه بوحدها تقدر ديرها؟ هو المعده فيها واحد الجدار اللي هو واقي كيحمي المعده. داك الجدار ملي كيكون يعني بحال واحد شديتي واحد الحيط وصبغتي واحد الصباغه مزيانه ونقي وخليتيه يعني هو كل شيء كيأثر عليه سواء الشتاء سواء البرد سواء يعني معرض مجموعه ديال المشاكل، فغيبدا يتقشر مع الوقت غيبدا يتحفر مع الوقت. نفس الشيء هاد المعده اللي ما خديناش بالنا مع الاكل مع الامور اللي غتجرح المعده بحال بعض الادويه بحال التدخين بحال الكحول. الناس اللي مع الاسف كيتعطاو الكحول هذه غادي تاثر على المعده ديالهم وكيوقعوا هاد الالتهابات المزمنه اللي كتسمى لا غاستريت كرونيك. هاد الالتهابات غتبقى مع المده ويقدر يبانو كذلك. هاد المساله تكلمت عليها بحال تحفر ولكن حنا نقول التقرحات سي لي جولسير كيتسموا لي جولسير هما هادو لي جولسير تقرحات على مستوى المعده. فهنا خاص علاج خصوصا العلامه ديال الخطوره عندنا حنا دائما هي اللي كيكون الدم يعني كيكون نزيف اللي كيكون نزيف هذه علامه ديال الخطوره. يعني ما يمكنش الشخص عنده نزيف المعده وتخليه لان غيشكل خطر بالنسبه في اي وقت. ذاك النزيف يقدر يكون شي وقيته يقدر يكون بشكل كثير يقدر يفقد واحد الكميه كبيره من الدم ديالو ويقدر يتوفى. عدد ديال الناس ذا واحد النزيف خطير جدا وتقدر توفوا لان الكميه كانت قويه ومع الاسف ما تمش العلاج ديالهم وفقدناهم عدد كنشوفهم في المستعجلات وشفنا حالات. فهذه علامات ديال الخطوره ملي كيكون نزيف من مجا النزيف هي علامات خطوره سواء على طريق الفم او كذلك من الخروج الكبير اما كيكون الدم او كيكون ذاك الخروج اللي هو كحل يعني كاين نزيف السبب ديالو خصنا نبحثوا عليه. فهو دابا في الغالب عندها مجموعه ديال المشاكل الصحيه اللي كتسبب في هذا النزيف. فهي قالت بان عندها فتق على فم المعده سنابيل ليغميتال. هذاك الفتق كيبدا ذاك الحموضه ديال المعده كتبدا تطلع للمريء وكتبقى تجرح المريء كتعطينا لوزوفاجيت يعني التهاب على مستوى المريء. هذاك هو كذلك يقدر ينزف في بعض الاحيان. كذلك عندها التهابات مزمنه على مستوى التهاب مزمن على مستوى المعده وعندها التقرحات كلهم يقدروا يعطيونا نزيف. داك الشيء علاش سولتها فوقاش اخر مره درت الفحص بالمنظار مهمه جدا كنعرفوا الحاله فين وصلتها السيده خاصها تاخذ ادويه. هي صراحه يعني ما كانش ما عنديش يعني المنظار بالضبط شنو ولكن اخصائيين في الجهاز الهضمي في الغالب في هذه الحاله ما كيخليوش الناس يصوموا لان حاله اللي هي باقا كتطور باقي عندها جرثومه الحاله زونيه باقي عندها التهابات. فيمكنناش نعرضوا هذه المعده للخطوره ديال الحموضه لان الانسان ملي ما كياكلش الحموضه كتكون كثيره كيحس بها الشخص ذاك الارتداد اللي كيكون مره او كيحس بذاك الالم على مستوى المعده. تصور معايا المعده ملتهبه ومجروحه وباقي الحموضه كتزيد تاثر عليها. فهنا من المفروض ما خصهاش تصوم نهائيا خاصها تاخذ الادويه ديالها وخاصها تكون متابعه وخاص نديرو جميع يعني الاحتياطات ديالنا باش ما يبقاش يوقع النزيف لان النزيف هو الخطوره كيف ما قلنا. ادويه موجوده خاصها تكون متابعه وكيف ما قلنا ان مره نعاودو من دار نعرفو الحاله فين وصلت. نعم نستقبلوا معنا لبنى هذه المره من مراكش كذلك. اهلا وسهلا بك لبنى. السلام عليكم اخت عفاف. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله لبنى. دكتور العفو مرحبا. انا هي اللي كنت اتصلت بك على سرطان الاذن. ذكريني لبنى لانه سرطان الاذن انا مع الدكتور لودغيري كتبتي لي ما تبقايش تبدلي الطبيب راه انا كنت نبدلو حيت هما تيقولوا لي صافي ما كاينش علاج ليه. اييه انا يعني ما كانش ليا راه مثلا نعس ما كنشوف. أيه. ودابا انطق لي حتى الودن الاخرى. داكشي باش مشيت للطب الباطني عطاتني لي غام وداكشي ما لقيت عندي حتى شي مشكل لا في التحاليل لا والو. ولكن عبيت نحمقت 12 عام دابا وليت مشيت للطب البديل حيد ليا الملحه حيد ليا السكر واليوم شهرين هادي تقريبا
واليوم تنشف بقلبي يطير عليا والشفيف ديالي بحال تيضربو بحال شي عرق تيضرب والرجل اليمنية جات تنشق لتحت سخونة ليا كنحس بحال سخونة ليا ما عرفتش علاش واش حيت هيت الملحة واللحم وداكشي نعم حيت قال لي كلي ماكلة صحية هاد اليامات نعم نعم واش لقى عندك الطبيب البديل واش فيه يعني طبيب خذ لك فحوصات خذ لك الضغط الدموي دار لك التحاليل ولا لا وتعطيك ديري التحاليل وداك الشيء عاد تيبدا معك واش اتجهتي للطبيب اللي كذلك الطبيب البديل ولا يعني واش هو طبيب هذا اللي كيدير الطبيب واش طبيب ما الصراحه هو معروف ما باش نقول لا ما تعطينيش الاسم غير واش انت متاكده انه طبيب ولا هو معروف كاين كذا على كل حال حيت عطا واحد الحميه باش يحيد لها الملحه ويحيد لها السكر يعني ما عرفتش علاش شنو يعني الامور اللي ركز عليها باش يدير هذه الحميه حيت انا قلت ليه كان عندي القبض وسميتو وهذا المشكل اللي عندي حتى هو وعندي ديك الحته بحال تا وردي حتى هي عندي مني بدا عندي الطنين وهي عندي داكشي باش قال لي واحد يدير الملحه والسكر واللحم كله لا الدجاج ولا الحوت ولا اللحم الاحمر وكل حاجه طبيعيه السلطات والعصير والخميره البلديه وداكشي نعم نعم واخا ان شاء الله يوجهك دكتور ودغيري لبنى واخا الرقم ديال الدكتور عاطف واخا واخا ما تقطعيش لبنى يستقبلوك في ستوندار ان شاء الله ويعطوك الرقم الهاتفي تفضل دكتور نعم. ودغيري ملي كيكون مشكل ديال طاني الاذن كنتجهوا الاخصائي ديال طب الانف والحنجره الاذنين لويرال يعني هذا هو التخصص اللي خصنا نتجهوا ليه باش نعرفوا المشكل واش جاي من الاذنين ولا جاي من مشكل الدوره الدمويه او مسائل اخرى ف يعني الطبيب الاول اللي خصنا نمشيو عنده هو الاخصائي الطب يعني في الاخصائي في الاذنين والحنجره والانف لويرال كنسميهم لي زاكوفان كاين اسباب متعدده فعلا مجموعه امراض اللي كتقدر تسبب لنا هذا المشكل وبالتالي كنديروا واحد الفحوصات مجموعه فحوصات على مستوى الاذنين وكنديروا فحص البراني المغناطيسي كذلك باش نشوفوا واش فعلا كاين مشكل او 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 لا ملي كنتيقن اخصائي ديال الطب هذا الاخصائي ديال الطب الاذنين والانف والحنجره كيجزم انه فعلا ما كاينش مشكل فهنا كنقدروا نشوفوا كذلك اما اخصائي الطب القلب والشرايين لان كذلك يقدر يكون مشكل عنده علاقه بالدوره الدمويه او يقدر يكون عنده علاقه بارتفاع الضغط الدموي لكن كيشخصوا الطبيب تيقنوا بان كاين مشكل ديال ارتفاع ديال الضغط الدموي وكاين مجموعه ادويه اللي كنعطيه وفعلا كنقصوا شويه من الملحه ولكن اللي كان ارتفاع الضغط الدموي ما يمكنش نجيو نقصوا لواحد شي حاجه اللي حنا ما متيقنيش منها هذه مساله مهمه هنا السيده لبنى عندها واحد مجموعه اعراض اللي كانت كتكلم على طني الاذنين بعد كتكلم على توظيف بعد كتكلم على شي الم على مستوى الريش ربما عندها مسائل فهنا مجموعه ديال الاعراض اللي هي ما واضحاش يعني ما كتكونش ما عندهاش واحد السياق اللي غنقدروا نتبعوا انا كنصحها فعلا ترجع لاخصائي الطب الباطني باش يحاول تكون عنده واحد النظره شموليه ويحاول يشوف واش فعلا مشكل عضوي او مشكل ربما نفسي كذلك كيأثر على الحاله الصحيه بصفه عامه هو غادي يقدر يوجهها وتشوف اخصائي ديال كقلنا ديال الاخصائي ديال الطب الانف والحنجره والاذنين او غتبع معاه على قبل باش ياخذ ادويه فان الامور ما واضحاش عندها تماما خصوصا انها كتشكل شي هذه تقدر تقريبا 12 سنه فهو مشكل مزمن من المفروض انه شخص عارف مشكل واش مشكل عضوي او مشكل نفسي او مشكل نفسي عضوي بجوج نعم اييه يعني ضروري ما تشخيص ديال المساله يقدر يكون مشكل نفسي ماشي فقط غير عضوي دكتور غيري مجموعه اعراض اللي ما مرتبطاش يعني كتشكات من مجموعه الامور اللي هي ما عندهاش واحد السياق معين اللي غنقدروا نشخصوا به غادي نمشيو نستقبلوا معنا في مكالمه هذه المره معنا مصطفى على الخط معنا من تطوان سي مصطفى صباح الخير مرحبا بك معنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا سيدي راسي مزيان بخير. الحمد لله مرحبا بك. أستاذ ودغيري كيداير بخير. أهلا سيدي أهلا وسهلا مرحبا. شكرا لكم بزاف على البرنامج ربي يحفظكم. مرحبا. في عندي واحد الاستفسار مع الدكتور. أييه تفضل. شوف أنا تقريبا هذه 4 سنين ونص أنا كنداوى على الدهون الثلاثية. أييه. وفي الحقيقة بدون جدوى يعني واخا كندير الدواء والريجيم شوية ولكن هكذا من كندير التحاليل كيخرج لي دائما زايدة. مؤخرا شي شهرين و 3 شهور دابا بديت نتبع الحميه مع الدكتور احليمي الاشكال المشكل اللي عندي دابا هو ان عندي شي الحرق في رجلي من الخد حتى لرجلي لتحت ماشي في العظام ماشي كنحس به في رجلي كامل يعني بجوجهم نعم وكيتزاد الحرق خصوصا في البرد ملي كيكون البرد كنحس بالحرق بزاف الو اييه كنسمعوك سي مصطفى
مع العلم ان درت تحاليل ديال ديك بي 12 بي 6 بي 6 ديال سعود درت التخطيط الكهربائي نعم وبدون في الحقيقه وكلشي كيقول لي مزيان. الاشاره هو ان عندي السقف عندي كود كليرين عندي السقف في الظهر في ال 5 وال 4 خدي جوج وعيت دابا الاطباء اللي كنمشي عندهم كيعطوني الدواء ولكن والو مي كيدير الحركه ما كيبغيش يحيد لي الدواء خصوصا في ايام البرد مي كيكون الحراره دابا بحال اليوم مثلا سخون شي شويه ما كنحسش بزاف ولكن في ايام البرد كنعاني بزاف. بغيت الله يرحم والديك وجهني كيفاش شنو ممكن نعمل. واحد الالم اللي كيجيك في الفخذين كيجيك مع الحركه ولا واخا جالس وفيك الحريق؟ لا هو بعدا من الفخذين حتى الرجلين لتحت يعني ماشي هو بداني من التحت من السق من السق وقطع حتى دابا وصلني الفخذين. انا المشكل انا الخدمه عندي دائما في الطوموبيل يعني تقريبا نهار كامل في الطوموبيل ديكشي اما ملي كنتحرك ما كيبقاش. نعم نعم واخا سي مصطفى اسمع الجواب ديال الدكتور مصطفى الودغيري مباشره على ميد غاديو. شكرا جزيلا لك تواصلتي معنا من تطوان. نعم دابا يعني كاين المشكل ديال ارتفاع الدهون الثلاثيه اللي هو الحمد لله دابا عنده تبع مع السي الحميمي على قبل الحميه فهذا مشكل ما عنده علاقه بهذا الالم اللي كيحس به على مستوى يعني الفخذين ديالو. نعم. فكتكون فقط فعلا حميه وبعض الاحيان كنعطيو بعض الادويه اللي كتساعد باش كتنقص الدهون الثلاثيه ولكن اللي مهم والاساسي هو الحميه وكذلك الحركه يعني الانسان خصو يعني مساله جوج امور اللي كتمشي مع بعضها باش تنقص الدهون الثلاثيه. هذا المساله الاولى. المساله الثانيه هذا الالم اللي كيجي على مستوى الفخذين وكينزل له حتى القدمين ديالو فهو عنده علاقه بالعصب هاد الاعصاب اللي كتجي فعلا من الظهر وتكلم على انزلاق غضروفي على مستوى الفقره الرابعه والخامسه من الظهر وهذا الضغط اللي كيكون عنده على مستوى الاعصاب هو اللي كيتسبب له بهذا الالم هذا وخصوصا الناس اللي عندهم فعلا عندهم السياقه كيصعوا بشكل كثير ربما كياخذوا واحد الوقت طويل في السياره ديالهم او كيدوا اصفار فهذو الناس كيكون مع الاسف متعرضين لهذه النوعيه ديال الامراض اللي كتجيهم بشكل كبير. فهنا كاين ادويه اللي كنعطيوها اللي كتنقص من الالم لكن كما قلنا هنا خصكم واحد كذلك واحد النظره شموليه لان اللي كان الوزن زايد خصو ينقص من الوزن ديالو اللي كان كاع الامور اللي غادي يعني غادي تسبب له باش يتفاقم الالم خصنا نعطيوها الاهميه ديالها باش الامور ما تفاقمش اكثر. لكن كاين ادويه هذا فيما اذا ما كانش ضروري انه يقوم بعمليه جراحيه لان كنعرفوا ان الانزلاق الغضروفي كنعطيو الادويه لكن ملي كيبقاو يعني العلامات او كيبداو يبانو علامات اخرى اللي كتدعي يعني بحال اللي كتشكل خطوره بحال الانسان كيبدا يلقى صعوبه باش يحاول كيرجلي او اللي كيبدا كيرجلي كتقال عليه بشكل كثير فهنا خصنا نعرفوا بان ربما كاين ذاك الضغط ديال حنا اللي كنسميوه بوزلوم او لاسياتيك كاين ذاك العصب كتضغط بشكل كبير لان كاين عنده انزلاق هو تشخصه في الغني المغناطيسي فبالتالي خصنا نتجهه عند الاخصائي بجراحه الدماغ والاعصاب للنيورو شيروجيان اللي غادي يوضعنا في الصوره فعلا واش كاين واحد الضغط قوي اللي غادي تستدعي عملية جراحية أو فقط كيكونوا بعض ربما الأدوية أو ربما تقوية ديال يعني العلاج الفيزيائي أو لاغيدوكاسيون تقوية العضلات الظهر اللي يقدروا باش ينقصوا ذاك الضغط على مستوى الظهر. نعم غادي نمشيو هاد المرة في مكالمة معنا فاطمة الزهراء من تازة. مرحبا بك فاطمة الزهراء أهلا وسهلا. السلام حبيبة ديالي واش مبروكة الصحة والسلامة إن شاء الله طول العمر. يا رب آمين مرحبا. كنشكرك حبيبه ديالي على هذا البرنامج كنشكر الدكتور الودغيري. العفو مرحبا مرحبا. طيب خليك اسيدي بغيت نطرح لك واحد السؤال انا عندي واحد ديالي صريه كلها يعني عندي فيها الالم الرجل ديالي كتكون سريه بحال اللي كتمر بعد مره بحال اللي كتعوج. نعم. والكفه ديالي عاوتاني من ورا ظهري كتكون سريه الجنب ديالي. بس انا عرفت زعما شنو التخصص الله يرحمك الوالدين. يعني على الالم ما كاينش شي تنمال ولا كتحس تتقال عليك رجليك ولا وي كتقال لي رجليا وكنحس بها تنمال وبعض المرات بحال كتبغي تعوج داك الصبابع ديال رجليا بحال كيبغي تعوجه. نعم لا واخا واخا يوجهك ان شاء الله دكتور ودغيره فاطمه الزهراء وشكرا ليك تواصلتي معنا من تازه ان شاء الله نتمنى لك الشفاء العاجل يا رب. هي كتسول على اش من تخصص تمشي لعندو دكتور ودغيري. قصد الاخصائي ديال الدماغ والاعصاب يعني لو نورولوج اخصائي امراض الدماغ والاعصاب ماشي ولا بدا الجراحه الدماغ ولكن لو نورولوج امراض الدماغ والاعصاب اللي هو اللي غادي يفحص ويعرف بالضبط هاد التنمل اللي عندها وهاد الالم وغادي يعني غادي يدير لها داك
داك الفحص بالتخطيط الكهربائي لعضله الاعصاب الجي باش كيشخص لها بالضبط الاعصاب اللي مصابين ونوعيه الاعصاب وحتى يعني مدى خطوره الاصابه الاعصاب، لان كتكون اما كتكون حاله بسيطه او كتكون حاله متقدمه اللي كتستدعي تقوم واحد مجموعه ديال الراديوات الى اخره، ربما غادي مغناطيسي او مجموعه التحاليل باش نعرفوا السبب. اييه معنا عزيزه هاد المره نسمعوا السؤال ديالها من مدينه الدار البيضاء. مرحبا عزيزه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم لاباشر علينا وعليك ان شاء الله. الله يبارك على هذا البرنامج اللي كتبتي. العفو مرحبا. انا عندي واحد المشكل في الراس ديالي، السبب ديالي انا اول مره كنت عصبت. دابا كان عندي النص ديال الراس، النص ديال الراس واخا في ديك الفتره اللي كنت عصبت فيها واخا نقرص ديك البلاصه في راسي اللي درتها ما كنحسش بيه بحال ميت عندي. نعم. ودابا شفت طبه، شفت تقريبا اربعه طبه ديال الراس خاصين اختصاصيين. اييه. ودابا عندي الودن، الودن شفت ثلاثه طبه ديال الاذن غنحماق انا بهذا النص ديال راسي معودني. واخا الاطباء هاد ثلاثه ولا اربعه شنو قالوا لاله عزيزه؟ كيقولوا لي قبل ما فيه حتى شي حاجه، انا ما عنديش مشكل في الودن الداخل. انا عندي المشكل في ودني كيف تنقولوا ديك الجلده ديال الودن كتقرشني، ديك القرصه اللي كيفاش كتقرشني كتطلع لي النص ديال الراس. دابا النص ديال راسي يدي ما نقدرش نحطها عليه بحال لا طيب عندي، الا مشيت دابا عند الطبيب كيعطيني شي حاجه اللي كتهدني داكشي باش نعاس. اييه نعم. ما بقيت حامله ولكن ما كيزقاش عليا راسي، ما نقدرش نقرب ليه، ما نقدرش نحط ايدي عليه. الودن ضروري نبقى نحك نحك نحك، كنقول له دكتور مالناش غير هاد الحكه اللي كنبقى نحك. نعم. كيقول لي هادشي من الاعصاب وكيعطوني الدواء هادشي اللي، ولكن باش يفوتني مع هاد الطب اللي شف والو ما بغاش يفوتني، حتى من طبيبه ديال الاختصاصيه ديال الجلد قالت لي تكون عندي اكزيما ولا شي حاجه. في الودان وداكشي حتى هي عطاتني دواء تبعته شهر ما دار لي حتى شي حاجه، نفس المشكل في الودن مع النص ديال راسي. ودابا حاليا لاله عزيزه شنو عاطينك المهدئات؟ تعطوكي المهدئات؟ صافي كان هذاك الفني تكرهته وليت ما نكذبش عليك، نص نهار خصني دابا غير نفطر نشربو كانني ما كاينش في هذا العالم. شنو كنصلي الصلاه ديالي كتنعسي؟ اشنو صار كيجيب لك النعاس؟ كتنعسي؟ نعس كنلقى الراحه ديالي في هذاك النعاس. اييه واخا واخا لاله عزيزه ان شاء الله يوجهك الدكتور. بغيت نغير، نشكر الدكتور انه يغير لي هذا الشيء ديال الفانيد، ما حملتش هذا الفانيد نبقى نشربو. أيه. والراس ديالي اللي ما بغاش يفوتني واخا درت ليرام درت الشبكه ديال الراس. اييه قالوا لي ما عندك حتى شي حاجه. نعم واخا فهمناك لاله عزيزه، واخا ان شاء الله يجاوبك دكتور ودغري. وشكرا ليك لاله عزيزه تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء، ورخفي على راسك شويه لاله عزيزه، انت وبزاف ديال الناس اللي عندهم هذه الحاله بحالك، بزاف ديال النساء دكتور ودغري تيقول لك بعض المرات راه ابسط الامور، تخيلوا معايا انه السيده ما تقدرش تمشط شعرها، علاش؟ لان عندها الام في الراس، تتقول لك انه الفروه ديال الراس او اللي تنسميوها بالعاميه الجلده ديال الراس عندها الام تتالم هي الا قاستها، فبالتالي تخيلوا معايا ابسط حاجه انها تمشط شعرها ما تقدرش. فهاد الحالات دكتور ودغيري دابا هي راه قالت الاطباء كلهم اللي شافت العلاج اقتصر على المهدئات، وهي دابا راك شفتي العلاقه ديالها مع هاد الدواء، رافضه هاد الدواء ما بقاتش بغاته. لا هو مسألة مهمة جدا، لأن دابا هي شافت الأخصائيين وقاموا بجميع التحاليل. نعم. كاع التحاليل دارتهم سواء غني مغناطيسي، الشبكة ديال الراس، التحاليل ديال الدم، شافت الأخصائيين، فحتى حد ما يمكنش هاد الأطباء كاملين ما غيعرفوش يشخصوا المشكل منين جاي هاد الألم ديال الراس. فمنين ما كنلقاوش فعلا مجموعة أمراض اللي هي نفسية كتعطي هاد النوع من العلامات في هاد الشكل، إما صداع على مستوى الرأس أو حتى صداع حتى على مستوى المفاصل أو داك العياء الشديد أو مجموعة أعراض اللي كتقدر تكون عندها علاقة، وأمراض نفسية راه مع الأسف كثيرة بزاف. فمثلا هادي بسيكوسوماتيك هادو مجموعة أعراض وكتعطي علامات عضوية، هي راه نفسية وكتعطي علامات عضوية. علامات عضوية فعلا هاد الأدوية غير هما الأدوية، فيهم كاين ادويه اللي غادي قويين اللي ما غاديش تحملهم، ربما ما تعطيو اعراض جانبيه كتحس بها ديما الراسه ديما فاشله خاصها غير تنعس، لان ربما الكميه او حتى نوعيه الدواء فهو مجهد. وكاين ادويه اللي هي خفيفه، وكذلك المساله اللي كنساهم ما كاينش غير الدواء، يعني خاص كذلك متابعه مع
اخصائي نفساني او مثلا سيكوثيرابيوت ولا سيكولوج اللي غادي يشوف ربما المشكل اللي يشوف الحاله النفسيه ديالها بصفه عامه، الحاله اللي يعني البيئه فين عايشه السيده، مشاكل ربما واش مشاكل كاينه كتعاني منها، واش يعني كاين شي امور اللي خصنا نبحثوا عليها، ما بقاش فقط غير بالادويه، كتكون واحد المتابعه ومجموعه النصائح اللي يقدر يوجهوا كذلك الاخصائي النفساني. اييه نعم، وربما ان شاء الله من بعد شهر رمضان الكريم غادي نخصوا بعض الحلقات مع الاختصاصيين اللي غنتكلموا معهم في هذا الموضوع ديال الامراض النفسيه اللي كتعطي علامات اللي هي عضويه كيف ما تكلمتي يا دكتور ودغيري، راها كثيره بزاف. اي كثيره بزاف، خصوصا الامور اللي عندها علاقه بالضغط، اللي عندها علاقه بالاعصاب، ربما تقدر تكون حتى ظروف اجتماعيه اللي تعيشها الانسان في داره، في الخدمه، في الزنقه، ربما كاين الناس اللي تشوف شي حاجه مثلا غير في الزنقه ممكن انه يصدر مثلا شي موقف او لا شي سلوك او لا، وراه تنعرفوا شنو ممكن تيوقع لا قدر الله، راه كاين الناس اللي تيمشيو حتى للمحاكم يعني الامور عندهم تتكبر بزاف. وهي على التواصل، ربما شي طبيب اللي كيجي ملي كيبحث وكيغي كيجبد واحد كيدخل في الجانب، ربما المساله مع الاسف واش ما كيكونش وقت ولا ما كتعطاش اهميه للجانب الاجتماعي. دائما خصنا نسولوا فين كيجيو عندنا المرضى، ماشي فقط باش كتحس، حتى فين كتعيش، شنو كيفاش كتخدم، شنو النتائج ديالك، واش ما كاين مشاكل، مجموعه المسائل اللي كتساعدنا باش كتقدر كذلك في التشخيص. نعم، لك جزيل الشكر دكتور مصطفى الودغيري، طبيب متخصص في الطب الباطني والطب المسنين، عواشرك مبروكه، ونتمنوك ان شاء الله تكون بالف الف خير دكتور ودغيري. شكرا جزيلا لك، شكرا لكم مستمعينا الكرام على المحبه ديالكم، على الوفاء ديالكم، وعلى الاهتمام اللي كتسمعوا لنا به في كل حلقه. تواصلنا دائما عبر الصفحه الرسميه لميد غاديو من خلال فيسبوك. كنذكركم على انه حلقات برنامج صحه وسلامه كامله كتلقوها متاحه عبر القناه الرسميه لميد غاديو من خلال يوتيوب، وهكذا ممكن انكم ترجعوا لها فوقاش ما بغيتوا وتسمعوها وتستافدوا من المعلومات كامله اللي كتكون حاضره فيها. ممكن تواصلوا معايا شخصيا من خلال انستغرام عفاف مجيد اوفيسيال، وبعثوا لي برسائلكم وبجميع تعليقاتكم. بقيت اوقات طيبه وممتعه، قضيوها رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو. الى اللقاء.